كان بتعمل عشان اقف بس على نقط واضحه. دلوقتي احنا داخلين هذه البطوله واحنا عارفين ان احنا ما عندناش افضل لاعبين جاهزين لهذه البطوله، ما عندناش افضل كواليتي، ما عندناش الحاجات اللي حضرتك بتقول عليها ديت، ان ما يكونش اللاعب يكون متاسس صح، يبقى عندنا محترفين، يبقى عندنا لعيبه بتلعب في افريقيا. هل انتوا كجهاز فني بقى كنتم متوقعين ظهور غير جيد لمنتخبنا الوطني بواقعيه، ظهور غير جيد لمنتخبنا الوطني في هذه البطوله، ولا انتوا اتفاجئتوا؟ لا احنا اتفاجئنا. بقول لحضرتك احنا كان كل تفكيرنا ان احنا هنروح كاس عالم. دي اول حاجه مع الاهداف، انت لازم تحط اهدافك ليه. على اساس ايه؟ يعني على حضرتك دلوقتي بتقول لي ان كل حاجه عندنا على مستوى قطاعات الناشئين او على مستوى اللاعبين اللي ما بيلعبوش في افريقيا او محترفين، يبقى حضرتك حطيت توقعاتك او اهدافك على اساس ايه؟ مع لان احنا واخدين احسن لعيبه في مصر، المفروض ان هم دول احسن ناس في مصر موجوده في هذا السن. انما احنا كمدربين احنا لازم، انت بتدرب منتخب مصر، منتخب مصر منتخب كبير، اسم كبير، يعني عشان تلعب في بطوله لازم تاخدها، ولما بتطلع من البطوله بيحصل مشكله كبيره، او ما بتاخدش البطوله بتحصل مشكله كبيره جدا. انما احنا كجهاز او اتحاد كوره طبعا مشكورا جدا، ساعدنا كتير جدا. انما انا بتكلم ان احنا كنا حاطين هدف ان احنا اولا نروح كاس عالم، بعديها بعد كاس العالم نروح كاس عالم احنا نلعب على البطوله، حتى تاخدها او ما تاخدهاش، بس انك انت تروح لابعد حته في البطوله، ده مهم جدا، ده كان اساسنا. انما احنا كل زعلنا وزعل الشعب المصري ان احنا خرجنا من الدور الاولاني، هو ده اللي مزعلنا، لان احنا ما كناش حاطين السيناريو ده في الاعتبار. احنا اعتبرنا ان احنا هنروح كاس عالم ونطلع من الاربعه الاولاني، بس احنا حطينا الاعتبار ده ان احنا نوصل لكاس العالم ان شاء الله وناخد البطوله، باعتبارات ان منتخب مصر واسم مصر في كره القدم اسم كبير وتاريخها كبير، هو ده الاعتبار صح؟ الاعتبار طبعا، وانت بتلعب برضه افريقيا، يعني هي يعني انا يعني في افريقيا انت ممكن تلعب مع اي حاجه، يعني قعدنا مع تونس كسبونا مره وهم واحنا كسبناهم مره، بتلعب الفرق اللي هي مثلا زي بنين احنا لعبناها ودي كسبناها، يعني لعبنا منتخب غانا المحليين كسبونا تونس بس عملنا مباراه كبيره جدا معاهم. فانا عايز اقول لك احنا يعني مثلا السنغال، هي السنغال بس الفرقه اللي بصراحه مختلفه تماما عن كل الفرق الموجوده، وهي اللي هتاخد البطوله، انا حاسس بكده يعني. انت حاسس انها هتاخد البطوله؟ طبعا هي هتاخد البطوله، لان فرقه كبيره، فرقه محترمه جدا، وفرقه عندها كل المميزات وكل حاجه تاخد بيها البطوله. طيب انت فاهمني؟